نلتقي اليوم بحول الله عز وجل في حلقة أخرى من منزلة المحبة التي هي من أرقى منازل السالكين العابدين، وذلك أن الله عز وجل قد وصف المؤمنين إذ يبلغون رتبة أن يعطي الإنسان نفسه لله، وذلك بصفته مجاهدا في سبيل الله، وصفه بكونه محبا. لا يبلغ المؤمن رتبة الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان محبا. يستحيل أن يقدم إنسان ما على هلاك نفسه في الدنيا وهو يعلم ذلك، إن لم يكن ضامنا وموقنا يقينا تاما أنه يلقى خيرا مما هو عليه الآن في الدنيا. فرق كبير بين المجاهد إذ يقبل على الموت وبين المنتحر والعياذ بالله إذ يقبل على الموت، فرق كبير. وهذا الفرق قبل أن أفصله بالبيان أذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكرنا أسباب المحبة الجالبة لها، نذكر اليوم سببها الخاتم الجامع المانع وهو سبب الجهاد في سبيل الله. فسوف ياتي الله بقوم، وهذه اللفظة نكرة، ولعل الصوفية الأوائل الذين لم يتأثروا ببدع ما حدث بعد في التاريخ سموا السالكين إلى الله بالقوم. الذي يقرأ كتب الزهد والتصوف في الصدر الأول من الأمة يجد أن عبارة القوم تطلق على هؤلاء الناس، القوم. قلت لعل هذه اللفظة أخذت من هذه الآية: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذ يذكر القوم فيقصد أساسا الذين يحبهم الله ويحبون الله، ولا يمكن أبدا أن يحصل الإنسان على هذه الرتبة بالدعوة، يعني غير بالفهمات، بالدعوة، بل لا يحصل عليها إلا بالعمل. وهذا فرق ما بين البدع والصلاح، الفرق ما بين البدع والصلاح أن أهل البدع كلهم دعوة غير فهمت، أما العمل فلا، وأما أهل الصلاح فعمل، وعمل مبني على المحبة صدقا، إذ يبلغ الإنسان أن يبذل نفسه في سبيل الله. تصور، تصور بذهنك كيف يقبل فتى في ريعان الشباب كما يحدث الآن في فلسطين وفي غير فلسطين من البلاد التي قد لا نعلمها وقد نعلمها، وكما حدث لدى الصحابة أنفسهم. ترجم البخاري في صحيحه رحمه الله: باب هل يذهب الطليعة وحده. الطليعة جمعه طلائع، وهي لفظة في الاصطلاح الفقهي الحديث تدل على من يكون في مقدمة الجيش ولو كان فردا، يعني هذاك الإنسان بوحده ديك يكون في الرأس ديال الجيش، يعني معرض بنسبة كبيرة جدا للموت للشهادة. وأورد البخاري وغيره من الأحاديث الكثيرة مما وقع للصحابة أنفسهم أنهم اقتحموا على العدو فرادى، صحابي وحده كيتلاح في وسط العدو فيفتح الباب، باب المدينة المغزوة ويقتل، يفتح الباب للمسلمين ويقتل، ويقتحم المسلمون بعد ذلك المدينة فيفتحونها. فمثل هذا موقن بالموت، عندهم 100% إلا أن يشاء الله أنه قد يموت. باب هل يذهب الطليعة وحده. ولذلك فرقون بين ما يسميه الإعلام الفاسد المغرض بالعمليات الانتحارية، كاينش انتحار، الانتحار إلى نار جهنم والعياذ بالله، بالحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. وكذلك من قتل نفسه بحديدة
فهو يقتل نفسه بها خالدا مخلدا فيها في نار جهنم والعياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الذي ينتحر بأي طريقة من الطرق يبقى كذلك يتعذب بالطريقة نفسها التي انتحر بها في الدنيا في نار جهنم. يحييه الله ثم يتردى، ثم يحييه ثم يتردى، يتعذب كذلك على الخلود الدائم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أعود إلى ما بدأت به، فرق كبير قلت بين من يقبل على الموت مجاهدا ومن يقبل على الموت منتحرا. أما المجاهد قلت فلا يكون إلا محبا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذا فضل كبير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ماشي كل شيء كيف وصل هذا الشيء، إنما يصل إليه من وفقه الله إلى حبه ومن أحبه الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أحبهم الله أولا، جاءت العبارة ديال محبة الله للعبد قبل محبة العبد لله، يحبهم ويحبون. المنتحر لا يكون إلا مريضا بأحد معنيين، إما مريض فعلا وقع له اهتزاز في النفس دياله والعياذ بالله، ما بقاش واعي بالذات دياله، هذا مريض يعني بالمعنى النفسي للكلمة الكلينيكي، مريض كان ممكن يتعالج عند الطبيب إن شاء الله، يمكن تكون هذه الحالة، أو مريض بالمعنى الآخر، مريض بالمعنى الروحي. ومن أسوأ الأمراض الروحية اليأس والقنوط والعياذ بالله، واليأس والقنوط أصلا لا يكون إلا في الكفار. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقدان الأمل في رحمة الله هذه صفة الكفار، يأس كما يأس الكفار من أصحاب القبور. أما المؤمن الذي يوقن بالحياة بعد الموت ويوقن بالحساب والعقاب ويوقن بفضل الله وبالجنة لا يمكن أبدا أن يصاب بمثل هذا، مهما يقع له من مصائب الدنيا، إيش يوقع له في الدنيا؟ ما يقع، يفقر من ماله ويصاب بالأدواء في بدنه ويصاب بما قد يصاب من البلايا والرزايا، نسأل الله العافية. فإنه مع ذلك يرى أن فضل الله عليه كبير، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. فما ينبغي أن يقع مثل هذا لمؤمن حق، وإنما يقع مثل هذا الداء لمن فقد إيمانه حقيقة. لا ينتحر المنتحر إلا وقد كفر، ما بقاش مؤمن، انتهى، لأنه وصل به اليأس والعياذ بالله أن فقد الثقة في الله، ما بقاش عنده الثقة في الله، سبحان الله. أو يخلف الله وعده؟ أبدا، حاشا لله. فإذن الذي ينتحر عادة كيكون يأس من الدنيا، يأس منها، ويأس أيضا من الآخرة، يأس من الآخرة، لأن الذي له آمل في الآخرة لا ينتحر، لأنه علاش ينتحر؟ ضاق، ضاق بالهم والمشاكل والمصائب، المؤمن لا يضيق بها لأنه يرى فضل الله عليه في ذلك البلاء كبير. والمؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكم من عبد رفعه الله إلى مقام الصديقين بالصبر، وخير مثال لذلك صبر أيوب عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا حال مرضية، الوضع ديال المنتحر حال مرضية مش صحية. أما المجاهد، شوفوا الأمر ديال المجاهد مما يحدث الآن وحدث في السابق، تاريخ الإسلام كله مليء بمنارات الهدى من أمثال هؤلاء الشهداء الذين يرسمون للناس وللمؤمنين بعد حججا من حجج الله على خلقه. يقبل على الاستشهاد، ما نقولش الانتحار، وهو في كثير من الأحيان شاب، ويملأ قلبه أمل في الحياة ولا يكون يائسا. كم منهم من كان حديث عهد بالزواج أو خاطبا، هذا كان مقبل على الحياة، ماشي كان هارب منها أبدا، وفي تمام وعيه
ما محشش ما مخدر اطلاقا في تمام وعيه، بل في وعيه الحقيقي، وهذاك هو اللي وصل الوعي الحقيقي وادرك ما الحياه وما الموت. لان المؤمن لا يدرك هذه الحقائق الا في احد امرين: اما ان يبلغ به الايمان رتبه كرتب الصحابه او يقاربهم، او يموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مثل هذا يكون قد راى الحقائق كما هي وامتلكت قلبه محبه الله، فهو لذلك لا يصبر الا ان يقارب المحبوب ويقترب منه. واقصر طريق الى ملاقاه المحبوب ان يستشهد العبد المحب في سبيل ذلك المحبوب. وقد قال احد الصحابه: اوتي ثمرات ياكلهن وهو ينظر الى القتال وقد استعر بين المؤمنين والكافرين، بخ بخ، ما بيني وبين الجنه الا هاته الثمرات، فالقاه ولم يتم اكله، ثم دخل الى المعركه فقاتل حتى استشهد رضي الله عنهم اجمعين. المحبه اذا امتلكت القلب محبه الله فان العبد يهفو الى ملاقاه الحبيب وملاقاه الاحبه بعد ذلك، محمدا وصحبه عليه الصلاه والسلام، محمدا وصحبه، كما قال بلال رضي الله عنه اذ ادركته الوفاه. سيدنا بلال رضي الله عنه لما مرض مرض الموت ذكر الله عز وجل ثم ذكر محمدا عليه الصلاة والسلام، ذكر سيد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ينطق برجز منه: اشتقت الأحبة محمدا وصحبه، يذكر مثل هذا الكلام محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام. فالشوق يدفع العبد إلى طلب المشوق إليه، والقلب المشوق أي الذي أخذه الشوق لا يصبر إلا على أن يلتقي من يحب. فإذن هذه الحال صحية لا مرضية، اللي يستشهد في سبيل الله مش في مريض، بالعكس في تمام الصحة والعافية، احنا اللي مرض. أما مثله ففي كمال صحته وعافيته وجمال روحه. فلولا المحبة ما استشهد شهيد في سبيل الله، لولا المحبة، لأنه يعلم أنه يألم، القتال ألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الكافر يألم بالقتال، يتعذب بالقتال لأنه يموت ويجرح، ونفسيا الحرب والعياذ بالله منها نقولها، الحرب النفسية اللي تخليها عند الإنسان نفسية ديال التوتر. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: حتى تضع الحرب أوزارها، سمها أوزار. فكذلك المؤمن يألم في الحرب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن انتم زيدين عليهم وترجون من الله ما لا يرجون. انتم هزكم المحبة، الرجاء في الله، تطلبون الفضل الذي بيد الله والخير الذي عند الله، أما أولئك فبؤساء. الكفر تعيس، كفر تعيس. المقاتل من الكفار أو من غيرهم ممن لا دين له هو في الجبهة ويفكر تفكيرات دنيوية ساقطة. حدثني أحد الصالحين من الفلسطينيين يتكلم لي على حرب لبنان اللي كانت في 82، حرب لبنان الأخيرة، يعني هجوم اليهود على لبنان وإخراج الفلسطينيين منها. كانوا ما نذكروش أي سميات، بعض الفصائل الفلسطينية يقاتلوا في الحفاري دايرين داك الطرنش ودير البيدو ديال الماء بجنبه بعض المقاتلين، باش نكونوا يعني حذرين، بعض المقاتلين داير البيدو ديال العسكر اللي كيكون هذا ديال العطش، يشرب العطش، اش داير فيه؟ عزكم الله الويسكي، خمر. هذا يقاتل في سبيل الله؟ حاشا، هذا بائس. علاش؟ كيخدر راسو باش ما يعرفش اش كيدير، ما عندوش نفسيه القتال. مثل هذا مهزوم ابتداء، وهذا الذي حصل. لا يقاتل حق القتال الا محب يعي ما يصنع ويقبل بصدر الرحم، فرح مسرور مشوق، هز الشوق إلى ملاقاة الله. فسوف ياتي الله بقوم، وما أدراك ما قوم، بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
ذلك فضل الله، راه مرتبة عالية، ذلك فضل الله وماشي لكل شيء، للمحبوبين فقط، يؤتيه من يشاء للمحبوبين فقط، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. كي تكتسب المحبة، بل أرفع درجات المحبة، أرفع درجات المحبة على الإطلاق، اكتسب صفة المجاهد في سبيل الله، حتى وخما قدرش الله تعالى أن تكون في محل القتال أو الجهاد بهذا المعنى، فاكتسب المحبة اللي كتكون عند المجاهد، وذلك ميسر لكل مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد من طلب الشهادة صادقا أن يؤتيه الله أجرها ولو مات على فراشه. اللي طلب الشهادة من عند الله عز وجل صادقا كيعطيه ربي الدرجة ديال الشهادة، وخا يموت في الفراش ديالو بالمرض أو بغيره، بعيد على جبهات القتال وما تيسرلوش يكون فيه، ما قدر له، ولكن الله يعطيه رتبة المجاهد في سبيل الله، بل رتبة الشهيد في سبيل الله. فهذه الرتبة ميسرة لكل من طلبها، ولكن بصدق، ولا يكون الصدق أصفى إلا في المحبة. الصدق فوقاش يكون صافي 100%، حينما يكون العبد محبا، حينما يكون العبد محبا لأنه إخلاص، لأن القلب المحب لا يجتمع فيه حبان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب المحب لا يجتمع فيه حبان، حب واحد وكفى. من أحب الله حق الحب جعل كل حب بعد ذلك خادما لحب الله، يحب فيه ويبغض فيه. ليس معنى هذا أنك لن تحب بعد ذلك زوجك ولا مالك ولا أبنائك، لا أبدا، ولكن حبك لهذه الأشياء وللدنيا جميعا وما فيها يكون مرعيا بحب الله، يعني في الظل ديال محبة الله تعالى، خادما لحب الله. تلتقي محبة هذه الأشياء مع محبة الله في كون تلك الأشياء جميعا تعينك على طاعة الله. أما إن كان حب من هذه الأشياء يصرفك أو يفتنك عن حب الله، فليس في قلبك فعلا حب الله. كل حب ناقض حب الله فهو باطل، ليس صافيا. أما الحب الذي يخدم حب الله فهو حب فيه طاعة وفيه عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة، قيل أوياتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزرون؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إن وضعها في حلال، يعني الإنسان المؤمن يجامع زوجته ويؤتيه الله بذلك أجرا، لأنه جعل ذلك خادما لحب الله عز وجل بالأصالة. فحبه لأبنائه من باب الرحمة ومن باب الحب التابعي لحب الله عز وجل. والأصل أن يحب العبد ربه أصالة ويتبعه بكل ما عدا ذلك من حب المال وحب الأبناء وحب كل أمور الشهوات التي زينت للناس. إن خدمت هذا المعنى الكبير العظيم فذلك معنى جليل. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أزواجه، واشتهر حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويحب الحسن والحسين ابني فاطمة، ويحب كل بناته، وقد بكى عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم، وقال ما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحب رحمة وضعه الله في قلب العباد، ومن نزع عنه هذه الرحمة فهو فقد صفة من صفة الإنسان الذي خلقه الله على فطرة المحبة، فطرة في الإنسان. والذي يحب الدنيا ولا يحب الله عز وجل هذا لا يذوق طعم الحب حقيقة، مش محبة، مش حب حقيقي أبدا، ذلك جشع، هيف، جشع، وليس حبا. تلك أنانية، تلك محبة للذات، للنفس فقط. وكونوا على يقين، وهذا معنى نفسي لطيف خفيف تجريدي. الإنسان اللي فقد المحبة لله ليس له لمسة دينية في قلبه، إن أحب الأشياء لذاتها فهو لا يحبها حقيقة،
إنما يحب نفسه، وحبه لهذه الأشياء أو هذه الذوات فلأنها تلبي له غريزة ما من غرائزه، فهو في الحقيقة إنما يحب نفسه. اللي يحب المال حبا جما ماشي المحبة عنده في المال من حيث هو مال عجبه في الشكل دياله، لا، ولكن لأن المال يخدمه ويربي شهواته. الذي يحب امرأة لذاتها ولجمالها فليس لذاتها ولجمالها أصالة، ولكن لأن تلك الذات وذلك الجمال الشكلي يلبي في نفسه غريزة لا أقل ولا أكثر، فهذا يحب نفسه، يحب نفسه فقط ولا يحب الأشياء الأخرى. والدليل أن الجميلة إن فقدت جمالها تحولت المحبة ماتت، فإذا هذا يحب نفسه. أما الذي ربما رأى ما ليس فيه الجمال الاعتيادي من النساء فأحب مثل تلك، لما؟ إن كانت الروح تفيض بالمعاني السامية من الدين فمعنى ذلك أنه أحب ذلك الجمال الذي أفاض به الله عز وجل بقوله عز وجل يحبهم، حب الله للإنسان يظهر أثره في شكله أيضا. كيف يدركه المحبون لله؟ الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. التناكر والتعارف إنما يقع في الله وبه، يقع في الله وبه. فلذلك إذن المؤمن الذي يريد أن يختصر طريق المحبة ليبحث عن هذا المعنى العظيم معنى الجهاد، لكن ما يجيش للبال فقط أن الجهاد هو تهز الكلاطة، لا، تلك وسيلته وتتعدد وسائله. ألا تقرأ في كتاب الله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ والضمير هنا عند المفسرين به يعود على القرآن الكريم. وإنما المقصود بالجهاد إذن في أصله التدافع، لما تدفع والعدو يدفع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فكل دفع في سبيل الله جهاد. وجهاد الجهاد الذي يتنزل بتحقيق المناط، الآن باللغة الفقهية يعني بغينا نطبق الأحكام الشرعية على الواقع المحدود الذي هو هذا الزمان وهذا المكان هذا البلد، فإنما جهاد الوقت هنا أن يجاهد المؤمن بالقرآن. الأمة الآن في هذه الرقعة الجغرافية التي نحن فيها محتاجة، بل في حاجة شديدة إلى يقظة قرآنية. الناس غابوا عن القرآن وغاب عنهم القرآن، يحتاجون ونحن جميعا في حاجة إلى تجديد الصلة بالله. وأي صلة بالله تكون إن لم تكن عن طريق القرآن؟ القرآن كلام الله، كلام الله، وما أدراك ما كلام الله؟ كيف إذا تكلم الله سبحانه وتعالى، كلام الله العظيم الجليل تكلم به وخاطب به أنت وأنا والآخرين، وضعناه في أوراق وخزنناه في رفوف. نحتاج إلى تدبر هذا القرآن، إلى بعث أنفسنا جديدة نقية طاهرة مرة أخرى في التاريخ، كما بعثت أول الأمر في التاريخ بالقرآن أول ما بعثت. وتجديد الدين إنما يقع أول ما يقع بالقرآن الكريم. رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما جاء أول الأمر داعيا إلى الله جاء داعيا بالقرآن، يدعو بالقرآن طائفتين من الناس الكافرين والمؤمنين. وإنما أسلم غالب من أسلم في مكة وفي المدينة، غالب من أسلم من الصحابة أسلم بسماع القرآن، سمعوا القرآن فأسلموا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حاجج قوما وجادلهم إنما يحاججهم بالقرآن الكريم، وإنما يدعوهم بالقرآن الكريم. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع، فقرأ عليه القرآن حتى تزلزلت مواجده ونفسه وناشده الله والرحيم أن يسكت. وقصص هذا من الصحيح الثابت كثير، وكذلك كان في زمان ما بعد الهجرة، وحينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب الخير وابن أم مكتوم السفيرين الأولين للرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، إنما كان يقرئان الناس القرآن، يجلسان في البساتين وفي أي مكان يسر لهما فيقرآن القرآن على الناس، ويقف عليهما الكافر يهددهما فيقول له أحدهما استمع أولا، فإن أعجبك جلست وإن ضرك صددنا عنك ما ضرك.
اسمع، عجبك مرحبا بك، ما عجبكش نسكتوا، داكشي اللي اديك ما نقولوه لك. وانما كان يقرأان القرآن، وكان يكثر قول الناس ما احسن هذا الكلام وما اعجبه، ما احسنه وما اعجبه وما اجمله. نحتاج الان الى اعادة سماع القرآن مرة اخرى وتبسيط معناه للناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طريق المحبة ذكرته قبل وأعيده الآن، لما؟ لأنه أداة الجهاد الأولى في زمان النبوة وفيما بعد زمان النبوة. كل جهاد كان فيه القتال يبدأ بالقرآن ويختم بالقرآن. حينما تطغى قبيلة من القبائل المشركة كان النبي عليه الصلاة والسلام إما يغزوها بنفسه أو يرسل إليها سارية، يصف لها واحد القافلة ديال الجيوش. ولكن بعد ماذا؟ بعدما يبلغها القرآن، يوصل لها الدعوة. ومتن الدعوة آنئذ إنما كان القرآن، كلام الله. ثم إذا فتحت أو أسلمت من تلقاء نفسها كما أسلمت أسلم وغفار، يرسل إليها من يعلمها القرآن. فكانت الدعوة بل الجهاد يبدأ بالقرآن ويختم بالقرآن، وربما لم يكن فيه شيء من القتال إلا القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. القلوب المتعلقة بالله يجب أن تتعلق بالقرآن، لأن القرآن هو طريق نوال رتبة المجاهد في سبيل الله، لمن ليس مكانه أو ليس زمانه مناطا لتحقيق معنى الجهاد بمعناه القتال. من لم يكن له ظرفه المكاني أو ظرفه الزماني فله ظرف دائم، كاين حالة جهادية دائمة لا تنقطع ولا يمكن أن تنقطع إلى يوم القيامة، وهي الجهاد بالقرآن الكريم. الآن وسائل الإعلام تصب النار على المجتمعات الإسلامية، النار بارابول جهنم تصب علينا من كل حدب وصوب، وكل وسائل الاتصال إلا من رحم الله تصب النار، تصب الجحيم على البلاد والعباد. ما عندكش وسائل باش تدفع هذا البلاء الزاحف بنفس التقنيات، ولكن عندك عصا موسى التي هي كتاب الله. هذه كناية، ماشي يعني عصا موسى الحقيقي، كناية المقصود منها يعني المعجزة التي أوتيها موسى. إذا كانت هي العصا فالمعجزة التي أوتيها محمد عليه الصلاة والسلام فهي القرآن، والقرآن كفيل وعلم الله أن يصد كل البلاء. هو الماء الذي يطفئ النار ولو كانت بحرا من الجحيم. غرفة واحدة من القرآن، غرفة واحدة من القرآن تطفي لهيب الكرة الأرضية كلها بإذن الله. أو ليس القرآن كلام الله؟ بقي فيها الشك؟ حاشا لله، والله عز وجل رب الكون. وش هي الكرة الأرضية في الكون؟ نقطة تائهة في ملايين بل ملايير الكواكب والنجوم والمجرات. سكان الأرض جميعا من الإنس والجن ولو اجتمعوا ما يمكنش نهائيا يوقفوا أمام ولو آية واحدة من كتاب الله. شنو هي آية؟ حجة، يعني بحد السيف، حجة دليل برهان قاطع من كلام الله. آية واحدة تفصيل الكفر وتشتته وتقسمه، آية واحدة إن قرأها المؤمن بنفسية المجاهد في سبيل الله، بنفسية المحب يحبهم ويحبونه. وصفة المحب أن يذل لمن اشترك وإياه في الصفة نفسها وهو المؤمن، وذلك قوله عز وجل أذلة على المؤمنين. يعني سبحان الله العظيم، حينما تعلم أن فلانا يشاركك في نفس الإحساس أو في الإحساس نفسه والوجدان نفسه تذل له، يعني تلين له كيولي محبوبا لديك. شي واحد كتشوفه محب لله كيولي محبوب، علاش؟ لأن الله أحبه فأنت تحب فيه محبة الله له ومحبته لله، معنى واحد. ولم تحبه لذاته لشكله ولونه أو لماله، لا أبدا، ولو تغير لتغير ما في قلبك. نهار تشوف تصلقة عواج تفقد تلك الصفة التي كانت تربطك به، صفة المحبة، ما كتلقاش راسك باقي كتحبه تلقائيا بلا تكلف، لأن المحبة الربانية هبة ما فيها كلفة. قالها الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
فإذن المؤمن يكتسب أرفع مقامات الأخلاق بسبب المحبة، وأرفع مقامات الأخلاق أن يكون ذليلا للمؤمنين رحيما به، يأسى ويأسف لخطئه، يا حسرة على العباد، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. والله عز وجل لا يتحسر حشا، وإنما يحكي ما يقع للمؤمن إذ يرى العبد يزل ويخطئ كيتلف. تتحسر على خطايا الصالحين وخطايا المسلمين، وكل المسلمين في نهاية المطاف فيهم خير، فلا يخلد مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يخلد في النار بإذن الله عز وجل. ولذلك يأسى المؤمن أن رأى أخاه ضل وزل وضاع، تأسى وتحزن وتفرح لصلاحه وتسر بتوبته، كما يفرح الله عز وجل بصلاح وتوبة التائب. الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يجد ضالته، وكما قال عليه الصلاة والسلام، الرابط الأصيل بين الرب المعبود والناس العابدين، الرابط الأصيل بينهم معنى المحبة، هذا المعنى اللطيف العجيب. ثم بتلك الصفة نفسها التي يذل بها المؤمن للمؤمنين، بهذه الصفة دي الرحمة اللي تكون بينك وبين أخوتك، بها تجد العزة والقوة عند مواجهة الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة على الكافر فيها معاني تبتدئ بالإحساس بالاستعلاء وتصل إلى درجة القتال وما تشفق عليه، واللي كيهمنا الدرجة الأولى لأنها درجة نحن في حاجة إليها الآن في هذا الزمان وفي هذا المكان. الاستعلاء ماشي التكبر، لا، العزة. شحال من واحد خطأ وجهل بالتربية العوجة اللي تلقيناها، يشوف النصراني دايز ويحقر راسه قدامه، ما تحقرش راسه قدام النصراني، خبيث بئيس، إن مات على نصرانيته فهو مخلد في النار. أنت خير منه والله عند الله وعند المؤمنين. كيف تحقر راسك قدام النصراني؟ نصراني مقفل قفل مبلوكي فضي، ضل والله عن الطريق، وأنت هديت برحمة الله إلى الطريق. أعزة على الكافرين، كتحس بالراحة لما كتشوف واحد كافر كتقول الحمد لله أنا خير منه، ماشي ديال إبليس ولكن هذا ديال المؤمن. العزة، تحس بالعزة. الخيرية هي خيرية الهداية، ووجدك ضالا فهدى، أحمد الله أن ولدت مهديا واسأل الله أن يجعلك هاديا. فما بالك باليهود وبالمشركين والمجوس، اجمعهم كاملين، إنهم إلا حصب جهنم، ما يسووا عند الله تعالى ولو، وليكون كيسووا عند الله شي حاجة ما يجعلهمش حطب يعقد بهم جهنم والعياذ بالله، حاشا، اللي يسوى عند الله ما يدخلوش الجهنم. لا يدخل الله النار إلا من غضب عليه الله ومن عاقبه الله ومن حاسبه الله، لأن من نوقش الحساب عذب، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أشعر بالعزة حينما تواجه الكافر أو تلتقي به، ولكن العزة ماشي معناها تمشي تظلمه، لا، يا عبادي راه شحال واحد كيفهموا المسائل المقلوبة، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم، ما تظلم لا اليهودي لا النصراني إذا كان يسكن قريبا منك أو التقيت به في ظروف غير القتال، ماشي ظروف الحرب، ظروف اجتماع في المجتمع، لا تظلم، فإن الله عز وجل يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، رد بالك، لا تظلم، ولكن ما تحقرش راسك، لك عزة عليه، عزة على الكافرين. والشدة التي ذكرت في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، جت هي الأولى، عجت رحماء بينهم، جات في سياق المواجهة المدافعة أي القتال والجهاد في سبيل الله، حينئذ كن شديدا عليه، لأنه جاء يحارب الله فيك. لما جاء يقتلك أنت ماشي جاي يقتلك لأنه كرهك، لا، لأنه يبغض فيك إسلامك، فهو يحارب الله فيك، فقاتله، كن شديدا عليه، لأنك حينئذ لا تنتصر لنفسك وحسب، بل قبل ذلك تنتصر لله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سر جهاد، سر ما كيعطيش ربي لأي واحد،
إنما يعطيه لمن اكتسب هذه الصفة، صفة المحبة. ونحمد الله أن يسر الله ذلك لكل الناس اللي يبغى يلقاه، فلا يصاب الإنسان بحسرة وأسى أنه ما كاينش في البلاصة اللي فيها القتال. أينما كنت يمكنك أن تبلغ درجة المجاهد. وقبل قليل قلت الآن وضع المسلمين وفي كل العالم وضع جهادي، ما كاينش البلاصة ولا أي مكان ولا أي مكان يخطرك على بالك الآن في الكرة الأرضية ما فيها شيء وضع الجهاد، حالة الجهاد. غير كتختلف الوسائل، كل بلاد الوسائل اللي مناسبة لها. لما هذا الشيء اللي يسميه العولمة الآن سمعوه في التلفزيون في الراديو الصحف، معناه الحرب على الإسلام. اختصار نقطة ورجع للصدر، الحرب على الإسلام. حرب ثقافية، حرب اقتصادية، حرب خلقية. بغوا يردوا المسلمين كاملين يهود والنصارى في لباسنا، في عقائدنا، في أكلنا. تلمكنا خصتا كل ما كلتهم هما، وحتى يديروا لك القهوة ديالهم المطابخ ديالهم ويطيبوا لك على تاكل. الثقافة الجديدة اللي جاية هذه الثقافة ديال النصارى واليهود في الجانب الاقتصادي، بغين يخرجوا الأسرة المسلمة من الدار وتولي تاكل على برا. شت هذاك المطبخ ديال الدار راه ماشي مديور غير الماكلة فقط، لا، مديور أيضا العلاقات الإنسانية الإسلامية ديال الرحمة اللي كتكون بين الزوج والزوجة والأبناء. راه الحالة اللي تكون فيها المرأة الأم أو الأخت كالطيب ولادها ولا أختها الصغار ضيرين بها، هذه كراها تربية داخلة وبقوة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. داخلة دخول عجيب، حتى واحد فينا ما يقدر ينسى الأطعمة التي أكلها بالطريقة التي أكلها وهو صغير. مازال تذكر أمك كيفاش كانت كطيب لك، كيفاش كانت تعطيك الماكلة وانت صغير وتهتم بيك. ديك اللقطات الصغيرة لما بدأ الوعي ديالك يتكون، لما تجي جيعان وتعطيك الخبز ديالها وتلقى داك الخبز ديالها أحلى وألذ من الخبز اللي تشريه في السوق، أو التي ربتك إن قدر الله ألا تكون لك أمك وأنت في صباك. الإنسان ما كينساش سبحان الله ديك اللمسات الأولى، عمتك، خالتك، جدتك، هذيك التفارح ديال الصغر عمرها ما كتنسى. راها كيما كدوز لك الطعام كدوز لك الدين ايضا. واخا تكون الام ديالك اميه ما قاريه ما عارفه قرايه، ولكن النفسيه ديالها نفسيه المسلمه. الثقافه الشعبيه ديالها بسيطه بالدرجه، ثقافه مسلمه. واخا فيها الخرافات في بعض الاحيان كتاخذ داك الشيء وما فيه من الخير، لأنه لا يخلو من خير، ماشي 100% شر، لا، فيه خير عميق إنما معوج. لما كتكبر أنت ويعطيك ربي وعي كتنقيه وكتبقى الزبدة ديالو في القلب ديالك، كترسم لك بإذن الله السلوك الديني ديالك. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. العولمة بغي تخرج الدار من الدار وتخلي الأسرة مشتتة، كل شيء يأكل بالطريقة ديال النصارى. ما كاين مطبخ فين تلاقى، ما كاين ميدا كتحاط، ما كاين طبلة كتجمع، ما كاين والو، كل شيء كيديروه الاخرين. حنا مربعين صمون بكمون عميون والعياذ بالله. هذا راه على المستوى النفسي خطر، خطر مدمر. بنادم اللي يمشي يخرج ياكل برا، وهذه ثقافة جاية وجاية بقوة والعياذ بالله. وبلغنا فيما بلغنا انه الناس اللي مشتغلين بصناعة الخمور عندهم مشكلة في المغرب. عرفتوا شنو هذه المشكلة؟ هذه المشكلة النصف مغاربة ما كيشربوش الخمر إلا قليلا نادرا. شكون هما النصف؟ هما العيالات فعلا. أغلب الشاربين للخمر رجال، وقليل يعني إذا بغينا نديروا إحصاءات شرب النساء للخمر نادر، قليل بزاف. ما يمشيش بالك لبعض الأماكن وتلقى فيها 10 ولا 100 النساء كيشربوا الخمر، لا ما تمشيش بالك على ذلك الشكل، لأنه هادوك في نسبة النساء في المغرب نقطة في بحر عندهم قيمة. إذن هاد المشكل الآن العولمة، ماشي قضية المغرب هذه، لا، قضية العالم. كيف كرو كيفاش الأسر المسلمة يوليو حتى النساء ديالهم يشربوا الخمر؟ وأرجعوا عزوف النساء عن شرب الخمر إلى سببين. لقوا بأنه السبب اللي كيخلي النساء المسلمات ما كيشربوش الخمر جوج الأمور. الأمر الأول أن المرأة ذواقة، المرأة كتعجبها الأذواق الطيبة، والخمر ما عندها ذوق طيب، وهذا معروف. شارب الخمر نفسه يذكر أنها غير طيبة في ذوقها، ولكن بالنسبة له هو طيبة في القناة دياله، لا أقل ولا أكثر. ها واحد. الأمر الثاني أن أغلب النساء كيأكلوا في الدار، ثم إذا يخرجوا من الدار يأكلوا على برا، ثم بعد ذلك سيجتهدون، وهم يجتهدون، وقد رأينا بعد ذلك
يخرجوا قريعات ديال الخمر ملونين ويخفوا لهم الحموضة أو الاستؤدري من الطعام والذوق الذي فيها باش يناسب المرأة المسلمة. والحرج اللي كتوجد المرأة المسلمة في شرب الخمر هو حرج أسري، يعني قدام الوليدات والجيران، صحيح خرجوها من عند ولادها وخرجوها من حد الجيران، صفتها للخلاء ويقل الحرج اليوم وغدا وبعد غدا حتى تشربوا. نسأل الله العافية. العولمة تريد تدمير القرآن، تريد تدمير القرآن، لأن القرآن يحرم الخمر ويحرم الخبائث ويوجب التقوى والصلاح والعفاف على الناس ويحرم الزنا. أولسنا في حال جهاد؟ بلى والله، ليس هناك في الكرة الأرضية نقطة ليست محل استنفار ونفير. المؤمن الكيس الفاطن من يتمسك اليوم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى ما بغيناش يجيب الله ديوله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ربي تعالى ما غاديش يغلبوا أنه يخلق منا أو من غيرنا جيلا آخر، قوما آخرين بقوم يحبهم ويحبونه، لأنه حينما تحصل علاقة المحبة يسترخص العبد كل نفيس في سبيل الله، تبقى حتى شي حاجة تجي غالية في خدمة القرآن وفي خدمة الدين، حتى حاجة ما تجيك غالية، تقلع من لحمك ومن طعام ولادك وتعطي لله ما يجيكش غالي، يجيك رخيص. بالعكس، أوليس المجاهد والشهيد قد استرخص نفسه، النفس ديالو قبطها وصبها كبها في سبيل الله، فسالت جهادا ومحبة لله وفي الله، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عملهم يجاهدون في سبيل الله، هذه الخدمة ديالهم، ولا يخافون لومة لائم. نقول لك أودي قعدت بلا شغل، تخرج على أولادك ما كديرش وما كديرش، لوم. وإنما يلومك مثل هذا اللوم جاهل. أشنو جاهل؟ ما داقش، لأنه لو كان داق تهوين لي بحال كيتبلى بمحبة الله، ما داقش، إلا ما داقش يحسن عوانه ما غاديش يعرف. فلذلك ما تديهاش في كلامه، لا يخافون لومة لائم، هذه صفة المؤمن المحب، لأنه حينئذ إذ تعلق قلبه بالله عز وجل لا يجد الراحة إلا حيث يؤدي خدمة لله. المحب إذا تعلق بالمحبوب ما يلقاش راحته إلا في حالة واحدة، هذه الحالة لما يحس بأنه كيدير شي حاجة تخدم دين هذا الذي أحبه وهو الله عز وجل. نهار تلقى راسك تخدم عمل لله كتحس بالراحة، فاش تجلس ما كديرش داك الشيء تحس بالقنط. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجزء هذا الحديث بهذه العبارة صحيح الإسناد، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المحبين وإمام العارفين عليه الصلاة والسلام عبر بواحد الكناية عند العرب، استعملها القرآن أيضا كناية عجيبة، قرة العين. لا تطلق قرة العين عند العرب إلا على المحبوب الذي امتلك على المحب قلبه بالتمام والكمال. منين جات؟ أصل الاستعمال ديال هذه الكلمة أن الإنسان الذي يبحث عن شيء، يبحث عن شيء يكون مضطربا حائرا، كيقلب على شيء حاجة كيكون حائر كيقلب تلف. ولذلك قالوا إن الإنسان الذي لم يولد له ولد وهو ينتظر الولد، إنسان حديث عهد بالزواج وما عنده دراري، بقي كيقلب يتولد له شي حاجة، كتلقاه عنده واحد الحيرة، فلما كيتولدوا له الولاد ذكورا أو إناثا تقر عينه، العين ديالو كترتاح، كتبقاش حيرة زيغة تالفة تشوف ولاد الناس وتشوف ولاد الجيران، فاش كتقر العين كتبت عينه على ولده، داك الصبي ولا ديك الصبية اللي عطاها الله كيبدا عينه تابعو، ها هو رضع، ها هو بكى، ها هو نعس، ها هو فاق، ما بقاش العين تالفة، مقابله واحد الحاجة وحدة، قرة عيني لي ولك لا تقتلوا، كما قالت امرأة فرعون لفرعون حينما أدركت ووجدت موسى عليه السلام، ما كانوش عندها ولد، فقالت هذا هو قرة عيني لي ولك لا تقتلوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قرة عينه لا في ابنه ولا بناته ولا أحفاده ولا في أحد من الخلق
بل قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، الراحة ديالي، تمام، السكينة، الطمأنينة حينما أكون بين يدي الله خاضعا خافيا. لا تكون هذه إلا حال محب صادق الحب بل رفيع الحب. وكن على يقين أخي الكريم أنك إذا أحببت الله حقا وصدقا ذقت طعم المحبة في كل شيء جميل. المعنى ديال هذا الكلام حتى الإنسان اللي بغي الدنيا، هذا منطق الدنيا، ولكن منطق الدنيا بالدين. يعني إذا أحببت الله عز وجل ووجدت ذلك، يعني تذوقت من الوجد أو الوجد والوجدان، وجدت ذلك تما سبحان الله العظيم عاد كتبقى تستحلي وتستحلى المسائل ديال الدنيا الطيبة. إن كانت لك زوج فأحببتها يكون حبك لها ذوقا، كتذوق هذه المحبة. أو أحببت طعاما تتذوق ذلك الطعام، أو كسبت مالا تجد لذة ذلك المال وبغير حب الله لا تجد لكل هذا لذة، وإنما تحب في تلك الأشياء نفسك، فتلك أنانية وذلك مرض. وغادي نبين هذا الكلام بحول الله. يعني ما كاينش واحد قد المؤمن اللي يدرك جمال المحبة في الأطعمة والأشربة مثلا. الإنسان اللي ما يعرفش محبة الله تعالى ويكون عطشان جيعان وتعطيه واحد الدلاحة يأكلها باردة حلوة بالحمرة ديالها الجميلة، غادي يأكل بلذة، ولكن اش من لذة ديال الوحش، ديال الوحش، بدن وحش بهيمة والعياذ بالله، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما يذوقش فيها إطلاقا ولا يستطيع هذاك الجمال ديال المنحة الربانية. سبحان الله، تم وتم فقط تجد لها حلاوة لا تجدها لشيء. يتدبر الإنسان ويتفكر، أوليس كان ممكنا أن يفقد هذه النعمة؟ هذاك يعني الضال المتوحش ما يجيش هذا الإحساس، المؤمن يجيه. كيف أنه ربي أعطاك هذه النعمة كان ممكن ما يعطيهاش؟ كيف يكون حالك إذا فقدتها؟ الآن أعطيتها، ها هي بين يديك، تجد فيها كرم الله وجمال الله. إن الله جميل، الحديث صحيح، يحب الجمال، والعبد المحب لله يدرك الجمال حقا، والله الآخرين ما يعرفوا الجمال شنو، ما يعرفوش إطلاقا. تفاهات وضلالات، الذي أدرك المحبة الربانية حقا يدرك الجمال حقا وصدقا في الإنسان وفي النعم وفي كل شيء. يستحلي حياة، يذوق الحياة ذوق إيماني عجيب. وإذا تبين أن المحبة صفة يعطيها الله عز وجل لمن وفقه ولمن شاء هو سبحانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، فليس لك من سبيل، ليس لي ولك ولأي أحد من سبيل كي يدرك هذه الرتبة الجهادية الرفيعة، رتبة المحبوبية، إلا بأن ندعو الله أن يرزقنا هذه الصفة. الدعاء تدعو وتعمل عسى أن يستجيب الله عز وجل. وثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حكى عن داود المحب عليه السلام النبي أنه كان من دعائه، وكان يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام أيها اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارزقنا حبك وارزقنا حب من يحبك، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المصلحين، واجعلنا من الهداة المهتدين، لا من الضالين ولا من المضلين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أحوالنا كلها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من العابدين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.